يا صباح الفل يا احلى طعيم في الدنيا، وحشتوني جدا جدا. النهارده يا بنات هشارككم روتيني اليومي في تنظيف غرفه النوم بتاعتي، وهقول لكم بصوا يعني كل يوم كده او كل فتره هنزل لكم روتين مختلف لحاجه انا بعملها يوميا في البيت. هنا يا بنات هشارككم النهارده روتيني في تنظيف غرفه النوم. تمام، انا مبدئيا كده عندي حاجه مقدسه، يوم الاثنين ويوم الخميس انا لازم اغير الملايات. فاليوم ده كان يوم الاثنين اللي فات، يعني الفيديو ده متصور يوم الاثنين، تمام، فعشان كده دلوقتي هغير الملايات. بس كل يوم طبعا اول ما بصحى من النوم بشيل كده اهوت الملايه اللي احنا نايمين عليها، ببدا ان انا انفض السرير وشيل كمان المشايات والسجاجيد الصغيره دي عمنا على الارض، تمام، وابدا ان انا انفض كده الخشب بتاع اوضه النوم بتاعتي كده كله عشان ما يتراكمش عليه التراب، وتكون النظافه كده وايدي فيه اول باول، ما بعد كده ما بتتعبنيش في اي حاجه، يعني التنظيف ما بيتعبنيش بصراحه في حاجه. تمام، بدات ان انا اكنس كده اهوت وانضف الارض عشان بعد كده هلمعها في الاخر، لان انا خطوه التلميع دي طبعا بتبقى اخر حاجه في الاوضه. هنا بقى هفرش الملايه اللي انا بقول لكم عليها اللي هننام عليها، فدي اللي اتغيرت زي ما بقول لك غيريها يوم الاثنين ويوم الخميس. يا بنات قبل ما اكمل الفيديو، لو اول مره بتشوفيني انزلي بسرعه حطي تعليق حلو منك ولايك عشان الفيديو يترفع ويوصل لناس كتيره قوي، وكمان لو لسه لو اول مره بتشوفيني متنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس. هنا كنت خلاص حطيت الملايه او فرشت الملايه بتاعت النوم وعليها الكوفرتا، تمام، ودلوقتي هفرش كمان الملايه اهي بتاعت الديكور او اللي بتكون شكلها النهائي في السرير، لان اللي بننام عليها غير اللي بتكون طبعا زي ما انتم شايفين شكلها النهائي كده. كده هنا هو كنت حطيت الرنر وحطيت الكوشنات، وعايزه اقول لكم طقم الرنر بالكوشنات ده انا اللي عاملاه بايدي، تمام، وهبقى ان شاء الله بنزل لكم فيديو ازاي تعملوه وطريقته سهله جدا. هنا بقى كنت حطيت الصينيه بتاعت ايكيا، حاطه فيها البوت بتاع الزرع وسبحة كده وفانوس صغنن، بجد الحاجات دي بتفرق في نفسيتي وزي ما انتم شايفين شكلها بيفرق جدا. تمام كده، هنا بدات ان انا انضف بقى الجزء الثاني كده من الاوضه. طبعا الحاجات دي انا بشيلها بشكل يومي زي ما قلت لكم عشان ما يتراكمش عليها التراب وتتعبني بعد كده في التنظيف، فعشان كده حاجة قدامي تبقى نظيفة فمسحة كده خفيفة. بشيل كمان الحاجات دي كده كلها وبنضفها وبرجعها تاني مكانها زي ما كان، بنضف برضو طبعا مكانها، وكمان بلمع المراية. بس المراية بلمعها يوم الاثنين ويوم الخميس برضو زي الملايات كده، مش كل يوم بلمعها بصراحة. هنا كمان بقى كنت لمعت الارض، الارض انا بلمعها يا بنات بشكل يومي، تمام، ودي بقى كانت الشكل النهائي بتاع الاوضه. يا رب روتيني النهارده يكون عجبكم وقدرتوا ان انتوا تستفادوا منه ولو بفكره بسيطه. دي بقى اخر خطوه يا بنات، خطوه رش المعطر بتفرق في نفسيتي جدا. اشوفكم على خير الفيديو اللي جاي وفيديوهات تانية كتير ان شاء الله هتعجبكم.